عندك ايه النهارده هنتكلم فيه؟ لانه النهارده مباراه، تاني مباراه في الدوري العام المصري، ومباراه صعبه. الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي. اول حاجه طبعا النهارده مباراه يعني اكيد محطه صعبه، من ضمن المحطات اللي بتقابل ريني فايلر في بدايته مع النادي الاهلي. بتقابل النهارده مدرب مخضرم زي كابتن مختار، عنده خبره، بيحب يلعب المباريات الكبيره قوي اللي هي قدام الاهلي وقدام الزمالك. تحس ان هو بيحب يتكتك، حتى في السنه اللي فاتت في الموسم الماضي تعادلنا معاه في الدور الاول، فالمباريات بتاعته بتبقى صعبه جدا. يمكن النهارده ندخل سريعا على طول في المقارنات، مقارنه ما بين ريني فايلر وما بين كابتن مختار. يمكن طبعا كابتن مختار عنده 67 سنه، ريني فايلر عنده 46 سنه. كابتن مختار ماسك الانتاج الحربي من 20 مارس 2017، يعني بقاله اكتر من سنه، بقاله سنتين او اكتر من سنتين. لعب مع الفريق 87 مباراه، كسب أيوة. 26، خسر 30، اتعادل 31، احرزوا 92 هدف ودخل شباكهم 98 هدف. ريني فايلر طبعا لعب اربع مباريات، كسب الاربعه، ما تعادلش ولا ما خسرش، احرز 10 اهداف ودخلت شباكه هدفين. هو اول اختبار حقيقي زي ما الناس بتقول النهارده. اول اختبار حقيقي، هم قالوا اول منافس كبير. حاجه غريبه جدا. ماشي، خلينا نكمل تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع كابتن مختار. يمكن ده بقى شرح مفصل لتاريخ مواجهات كابتن مختار بالتفصيل بشكل عام، لما كان ماسك بتروجيت، لما كان ماسك المصري، كل حاجه. يعني هنتكلم على كمان قابل كام مدرب وقابل كمان والجزئيه قد ايه وكده. يمكن هو لاعب النادي الاهلي 24 مباراه، فاز في مباراه واحده كانت قدام مانويل جوزيه، اتعادل 8، خسر 15، احرز 19 هدف ودخل شباكه 45 هدف قدام النادي الاهلي. نبص بقى على بالتفصيل ال 24 مباراه دول كانوا ازاي. يعني النهارده المواجهه ال 25 لكابتن مختار قدام النادي الاهلي، ال 24 منهم 10 قدام مانويل جوزيه. فاز واحده ومانويل جوزيه كسب 7 وتعادلوا 2. النادي الاهلي او مع مانويل جوزيه احرزوا 20 هدف وكابتن مختار احرز 8 اهداف. مع كابتن حسام البدري لعب 7 مباريات، ما كسبش ولا مباراه، خسر 4 وتعادل 3. يعني هو تعادل قدام مانويل جوزيه 2 وتعادل قدام حسام البدري 3. مع كابتن فتحي مبروك خسر المباراتين. مع بون فرير الهولندي اتعادل مباراه وخسر مباراه. مع مارتن يول قبله مباراه تعادل فيها. مع باتريس كارتيرون قبله مباراه اتعادل فيها برضه. يعني هو تعادل مع مارتن يول وتعادل مع باتريس كارتيرون وتعادل مع بونفيريه، هو تعادل مع كل المدربين ما عدا لاسارتي وفتحي مبروك. مع مارتن لاسارتي يمكن هو خسر، كانت المواجهه الاخيره دخلت شباكه هدف واحد. يمكن دي المقارنه بالتفصيل. النهارده المواجهه رقم 25 هتبقى قدام ريني فايلر مدرب النادي الاهلي.